السلام عليكم. محاضرة اليوم تتكلم عن تكملة بقية وحدات محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي. اليوم نتكلم عن الوحدة الثانية بالمحطة اللي هي الجريت تشامبر أو وحدة إزالة الطمأ. جريت تشامبر is the second unit operation used in primary treatment of wastewater, and it is intended to remove suspended inorganic particles such as sandy and gritty matter from the wastewater. جريت تشامبر هي الوحدة الثانية المستخدمة في المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، وتهدف إلى إزالة الجسيمات الغير عضوية والمواد العالقة والمواد الصلبة مثل المواد الرملية. Grit chamber are designed to remove grit consisted of sand, gravel, cylinders or other inert solid materials that have specific gravity about 2.65, which is much greater than those of the organic solids in the wastewater. This is usually limited to municipal wastewater and generally not required for industrial effluent treatment plant, except some industrial wastewater which may have grit. تم تصميم هذه الوحدة لإزالة الحبيبات التي تتكون بأغلب الأحيان من الرمل والحصى والرماد وغيرها من المواد الصلبة التي تمتلك وزن نوعي يبلغ حوالي 2.65، وهي أكبر بكثير من تلك المواد الموجودة في المواد الصلبة العضوية في مياه الصرف الصحي. بشكل خاص يتم استخدام هذه الوحدة في مياه معالجة مياه صرف الصحي البلدية، وهي غير مطلوبة في محطة معالجة المخلفات السائلة الصناعية باستثناء بعض مياه الصرف الصحي التي قد تحتوي على حبيبات. يعني هذه الوحدة احنا نستعملها بشكل خاص بشكل أساسي فقط مياه صرف الصحي البلدية اللي هي تنتج عن المنازل أو الوحدات السكنية، بينما المخلفات السائلة الصناعية لا يتم استعمال لها هذه الوحدة، لأن هذه الوحدة مخصصة لإزالة الحبيبات والجسيمات الصلبة والجسيمات العالقة، بينما المخلفات السائلة الصناعية أغلب الأحيان تكون حاوية على الزيوت والدهون والشحوم، فما نحتاج إلى استخدام هذه الوحدة عدا بعض الحالات. In this chamber, particles settle as individual entities and there is no significant interaction with the neighboring materials. This type of settling is referred as free settling or zone I settling. For proper functioning of the grid chamber, and the velocity through the grid chamber should not be allowed to change in spite of the change in flow. في هذه الوحدة تستقر الجسيمات والمواد الصلبة والمواد العالقة بشكل فردي ولا تتجاذب وتندمج أو تتشكل مع الجسيمات الأخرى. يشار إلى هذا النوع من الاستقرار بالاستقرار الحر أو منطقة الترسيب الأولي. ومن أجل الحفاظ على كفاءة هذه الوحدة لا ينبغي السماح بتغيير سرعة تدفق المياه عبر هذه الوحدة. ليش؟ يعني نحن نحافظ على كفاءة هذه الوحدة لازم السرعة تكون ثابتة، اللي هو حتى ما يصير عند زيادة السرعة حتى ما يصير تهيج بالمواد الصلبة اللي ترسبت أسفل الخزان أو الحوض، لأن كل ما زادت سرعة المياه القادمة من الوحدة السابقة راح تزيد من تهيج المواد الصلبة المترسبة في أسفل الحوض أو الخزان. One of the most significant types of automatic velocity control is achieved by providing proportional wear at the outlet. The horizontal flow grid chamber should be designed in such a way that under the most adverse conditions, all the grid particles of size 0.2 mm or more in diameter should reach the bed of the channel prior to reaching outlet end. أحد أهم أنواع التحكم التلقائي بسرعة التدفق، إحنا قلنا يعني سرعة التدفق تكون جدا مهمة للحفاظ على الحفاظ على كفاءة هذه الوحدة. فأحد أهم أنواع التحكم التلقائي بسرعة التدفق هو توفير الحواجز عبر المنافذ. يعني إحنا لازم نوفر دخول المياه، لازم نوفر حواجز أو يسمى بافرز اللي هي تقلل من سرعة المياه القادمة من الوحدة السابقة اللي هي البار سكرينز إلى الوحدة وحدة الجريت تشامبر. فلازم نحاول بقدر الإمكان نقلل من هذه السرعة حتى نحافظ على كفاءة هذه الوحدة ومنع تهيج أو اضطرابات
بالمواد الصلبة المترسبة. يجب تصميم هذه الوحدة بطريقة تسمح بوصول جميع جزيئات الحبيبات التي يبلغ قطرها حوالي 0.2 ملم أو أكثر إلى قاع القناة قبل الوصول إلى نهاية الوحدة. يعني إحنا تصميم هذه الوحدة أو فائدة هذه الوحدة هو ترسيب جميع الجزيئات أو الحبيبات التي لها قطر أكبر أو يساوي من 0.2 ملم، يعني جدا دقيقة أو صغيرة بالحجم. فلازم هذه الجزيئات أو الحبيبات لازم تترسب قبل الوصول إلى نهاية الخزان أو الحوض، وبالتالي عبورها إلى الوحدة التالية، فنرسبها ونتخلص منها قبل المرور إلى الوحدات الأخرى. من العوامل التصميمية المهمة في هذه الوحدة هو طول القناة. طول القناة يعتمد على العمق المطلوب، والذي يعتمد على سرعة الاستقرار. يعني احنا طول القناة وعمق القناة يعتمد بشكل أساسي على كيفية استقرار الحبيبات أو الجسيمات أو سرعة وصولها إلى الأسفل. يعني احنا مثلا إذا ضمننا هذه الحبيبات تترسب بسرعة، يعني ماكو داعي احنا نسوي قناة طويلة أو أكثر عمق. فنتأكد احنا بالبداية أن هذه الحبيبات راح تترسب بكذا طول قناة وكذا عمق، فنتوقف عند هذا الطول وهذا العمق للقناة. فطول القناة يعتمد بشكل أساسي، وحتى عمق القناة يعتمد بشكل أساسي على مدى ترسب المواد والجزيئات الصلبة الموجودة بالمياه. طالما ترسبت هذه الجزيئات المواد الصلبة احنا خلاص نتوقف عند هذا طول القناة ونتوقف عند هذا العمق. يمكن أيضا زيادة طول القناة بنسبة 20-50% من الطول النظري للقناة. يعني ليش زودناها عن النسبة النظرية؟ يعني احنا بنطبق عمليا أو بنصمم بشكل عملي أو بشكل فعلي، لازم نزيد طول القناة بنسبة 20-50%. أول شيء حتى نحسب احنا المداخل والمخارج، يعني احنا لازم نخلي مسافة لدخول المياه ومسافة لخروج المياه معينة. هاي أيضا، وحتى العمق أيضا لازم نخلي به فد فاكتور تصميمي خاص بي يختلف عن النظري، لازم نعطي زيادة. العرض مال هذا القناة يتراوح من 1-1.5 متر، وعمق التدفق يكون ضحل. بالنسبة للعمق الكلي للقناة يجب توفير مساحة حرة ضمن القناة تبلغ 0.3 متر. يعني شنو يقصد مساحة المساحة الحرة؟ المساحة الحرة هي المساحة اللي ما تتوفر بها أي حبيبات. يعني هذه المساحة كنت توفر السائل فقط أو الماء فقط بعد ترسيب المواد الصلبة والجزيئات والمواد العالقة. فهذه تسمى المساحة الحرة، اللي هي المسافة الحرة اللي هي 0.3 متر. أما المساحة اللي تحتوي على الحبيبات فهي 25% متر. horizontal velocity flow through grid chamber، السرعة الأفقية للتدفق المار عبر وحدة grid chamber أو وحدة إزالة الطمأ. The settling of grit particles in the chamber is assumed as particle settling as individual entities and referred as type I settling. The grit chamber is divided in four components as inlet zone, outlet zone, settling zone and sludge zone. ترسيب جزيئات بهذه الوحدة أو ترسيب المواد الصلبة اللي راح يصير بهذه الوحدة يكون بشكل منفرد. شلون يعني بشكل منفرد؟ يعني أنا ما أعتمد على خاصية التخثير والتلبيد، لا، خاصية التخثير والتلبيد راح تعتمد بشكل أساسي على تجمع الجزيئات بعضها مع بعض، وبالتالي من راح يصير بشكل تكتلات راح تنجمع تترسب أسفل الخزان أو الحوض. بينما بوحدة الجريد تشامبر لا، الترسيب راح يصير بشكل منفرد. يعني أنا من أصمم هذا الوحدة لازم أضمن أنه الجزيئات اللي بحجم 0.2 ملم اللي هي راح تترسب، ماكو داعي ان تتكتل مع جزيئات اخرى يلا تترسب، لا، هي تلقائيا تترسب مرورها بهذه الوحده. هذا ما يطلق عليه بالترسيب الاولي. الجريد تشامبر او غرفه الجريد تشامبر تنقسم بشكل اساسي الى 4 مناطق، اللي هي منطقه الدخول ومنطقه الترسيب ومنطقه الحمأة ومنطقه الخروج.
صراحة نحكي عن كل منطقة من هذه المناطق الأربعة مثل ما موضحها بالرسم. المنطقة الأولى اللي هي الإنلت زون، تلاحظونها على يسار الخزان. الإنلت زون هاي مخصصة لدخول المياه القادمة من البار سكرين. هذه المنطقة احنا عندنا مثلا فد عمق معين وطول قناة معين، هاي مخصصة للدخول فقط، لدخول المياه الشعبة. الاوتلت زون اللي هي اقصى يمين الخزان، اللي هي هاي مخصصة لخروج المياه بعد حصول عملية الترسيب للمواد والجزيئات الصلبة. المنطقة الثالثة اللي هي ساتلينج زون. ساتلينج زون مثل ما تلاحظوها بعمق H. ساتلينج زون اللي هي وظيفتها بشكل اساسي هي بداية لعملية الترسيب، يعني خلال هذه الوحدة اللي خلال هذه المنطقة اللي موضحة بالعمق H والطول L، خلال هذه المنطقة فقط راح يحصل عملية الترسيب، قبلها لا، هي منطقة دخول راح يصير بها هيجان نتيجة دخول المياه إلى الوحدة، ومنطقة الخروج ما راح يصير بها أي ترسيب لأن خلاص المياه راح تخرج للوحدة التالية أو المرحلة الثانية في محطات المعالجة. هذه المنطقة فقط اللي هي منطقة الترسيب راح تحصل عملية ترسيب للشوائب والجزيئات الصلبة. المنطقة الرابعة اللي هي السلاج زون. السلاج زون شو يقصد بيها؟ اللي هي المواد المترسبة أو ما يسمى الحمأة. الحمأة يعني يقصد بيها المواد، الجزيئات، الشوائب اللي ترسبت اتجمعت بهذه المنطقة، يعني فقط بهذه المنطقة راح تتواجد الجزيئات الصلبة اللي ترسبت بأسفل هذا الحوض، راح يتم إزالتها بطرق معينة راح تلاولها لاحقا. البي اللي هو يقصد بي الهوريزونتال فيلوسيتي اوف ويست ووتر. البي يعني السرعه الافقيه للمياه القادمه من البار سكرين الى الجريد تشامبر. الفي نوت اللي هي ساتلينج فيلوسيتي، سرعه الترسيب. سرعه الترسيب دائما تكون عموديه، ليش؟ لان هي تكون باتجاه الجاذبيه الارضيه. نتيجه الجاذبيه الارضيه راح تصير الجزيئات الى اسفل الخزان بسرعه تسمى سرعه الترسيب. إذا كانت الساتلينج فيلوستي أكبر أو يساوي من الفي نوت، الفي نوت طبعاً إحنا قلنا اللي هي الساتلينج فيلوستي of the small particles intended to be removed in the great chamber. These particles will be totally removed. إذا كانت السرعة العمودية أكبر من السرعة الأفقية، طبعاً هن الاثنين هن سرعة ترسيب، بس أكو سرعة أفقية سرعة عمودية. طالما أكو سرعة أفقية راح تصير الجزيئات بشكل أفقي حتى تصل إلى النهاية أسفل الحوض، بينما السرعة العمودية راح تحاول تجذب الحبيبات إلى الأسفل، وبالتالي راح تصير حركة الجزيئات مثل المحصلة اللي هي موجودة بالرسم. المحصلة هي هاي سرعة الجسيمات تكون بشكل مائل حتى تستقر أسفل الخزان أو الحوض. فإذا كانت السرعة العمودية أو العفو، إذا كانت سرعة الترسيب أكبر من السرعة الأفقية، فهذه راح تصير كل أكبر من السرعة العمودية. العفو، إذا كانت سرعة الترسيب أكبر من السرعة العمودية للجسيمات، فهذا الكل راح تترسب، كل الجسيمات المارة خلال هذه المنطقة راح تترسب. ليش؟ لأن سرعة الترسيب كانت أكبر من السرعة العمودية للجزيئات والجسيمات المارة. بمعنى آخر يعني أنه هذه الجسيمات المارة لنا راح تكون أكبر من 0.2 ملم أو ذات جاذبية قوية على النزول إلى الأسفل. بينما إذا كانت سرعة الترسيب أصغر من السرعة العمودية، سرعة الترسيب أصغر من السرعة العمودية، راح هاي مو كل الجزيئات والجزيئات راح تترسب، لا، راح تصير بارشيالي اللي هي ترسيب جزئي لبعض لبعض الجزيئات والجزيئات الصلبة. هنا أنا راح نشتق القانون لحساب السرعة اللي هو المقطع الأفقي على المقطع العمودي اللي هو L over H شي يساوي V sub C اللي هي السرعة الأفقية على السرعة العمودية. يعني عندنا المنطقة الأفقية على المنطقة العمودية يساوي السرعة الأفقية محصلة الأفقية على محصلة العمودية. طبعا من خلال الاشتقاقات طويلة موجودة بالمصدر round on the top راح تلاحظون انه وجدنا السرعة النهائية لسرعة الترسيب أو الكريتيكال فيلوستي اللي هي السرعة الحرجة اللي عندها راح تترسب
الجزيئات والجزيئات المارة عبر هذه الوحدة. حسب اشتقاق قانون، القانون النهائي راح يصير في سب سي اللي هو critical velocity شي يساوي تحت الجذر 8 بيتا على F جي اللي هو التعجيل الأرضي S ناقص 1 في D. البيتا شنو؟ البيتا هو كونستانت اللي هو ثابت، على من يعتمد؟ يعتمد على شكل الجسيمات والحبيبات الموجودة أو المراد إزالتها وترسيبها. فنستعمل 0.04 for unglomerate sand، نستعمل 0.06 for non-uniformistic materials. أغلب الأحيان البيتا معطى بالسؤال. الF اللي هو درس فريكشن اللي هو 0.03 for gravity matter، نستعمله 0.03. الجي اللي هو التعجيل الأرضي بوحدات متر على الثانية مربع 9.81 قيمته. الاس اللي هو سبيسيفيك جرافيتي، طبعا سبيسيفيك جرافيتي تختلف من مادة إلى أخرى ومن نوع إلى آخر حسب نوع المادة المارة. أغلب الأحيان اللي هو نحن نستعمل للساند اللي هو السبيسيفيك جرافيتي إلى 2.65. الدي اللي هو قطر الجسيمات والجزيئات المراد إزالتها وترسيبها. هنا منطق إذا مثلا إحنا إذا المادة الموجودة أو الجزيئات الموجودة هي عبارة عن ذرات رمل، فراح تكون بهالحالة الدي معلومة لأن إحنا كنا تساوي 0.2 ملم، وبهالحالة الأس معلومة أيضا، وبيتا والأف والجي هي كونستانت، فبهالحالة راح نطلع كريتيكال فيلوسيتي اللي هي راح تصير ثابتة 0.228 متر على الثانية. هاي فقط إذا كانت ساند. settling velocity of the particles. settling velocity of any discrete particle depends on the individual characteristics and also on the characteristics of the fluid. يعني settling velocity سرعة الترسيب تعتمد بشكل أساسي على خصائص المادة أو الجزيئات المراد ترسيبها بالإضافة إلى خصائص الفلويد، يعني خصائص المياه الموجودة بها هذه الجزيئات. settling velocity قانونها طبعا ايضا بعد اشتقاقات طويله راح يصير قانونها تحت الجذر 4 على 3 جي على سي سب دي اس ناقص 1 في الدي. هسه راح نجي فاكتور ضمن هذا القانون. الفي سب اس اللي هو السطلينج فيلوسيتي، السي سب دي، سي سب دي طبعا اللي هو نيوتن دراج كوفيشنت، طبعا هذا اكو قانون خاص لها حتى نوجده. شنو هذا القانون؟ اللي هو 24 على رقم رينولد زائد 3 على جذر رينولد زائد 0.34. هذا شو وقت نستعمله؟ طبعا هنا سي سب دي اكو قانونين ايجاد، هذا نستعمله فقط اذا كان رينولد يتراوح من 1 الى 10 اس 4. ضمن هذه القيمه يلا نستعمل هذا سي سب دي، ضمن هذه القيمه فقط نستعمل هذا سي سب دي. بينما شو وقت نستعمل القانون الثاني اللي هو 24 على رينولد عندما تكون الرقم رينولد أصغر من نصف. إذا رينولد يتراوح من 1 إلى 10 أس 4 نستعمل سي سب دي القانون الأول، بينما إذا أصغر من نص رقم رينولد نستعمل القانون 24 على رينولد. زين هسه عرفنا شلون نطلع سي سب دي، شلون نطلع الآر اللي هو رينولدز نمبر. نون نمبر اللي هو قانون في سب أس في الدي على نيو. طبعا هنا بالمقام هاي نيو مو في مو سرعه، هاي لا الكاينتيك فيسكوستي اللي هي الزوجه الحركيه للفلود، هاي معطى مع السؤال. اذا كانت رينولد نمبر اصغر من نص، احنا قلنا السي سب دي قد يا قانون راح نستعمل 24 على رينولد. بهالحاله راح نعوض بالقانون الأول، بس قانون السيتلينج فيلوسيتي الأول اللي هو أبو الجذر، فنقدر نعوض عنه بهذا القانون التالي اللي هو V sub S ساوي G على 18 S ناقص 1 عن U في D سكوير. هذا شو وقت نستعمله؟ نستعمله فقط إذا كان رينولد أصغر من نصف، فقط إذا كان رينولد أصغر من نصف راح نستعمل هذا القانون. أما إذا كان أكبر من نصف لا، نرجع للقانون الأول حسب المعطيات، نوجد الرينولد، نوجد سي سب دي وهكذا.
زين هذا اذا اجى سؤال بالبدايه مع مثلا انت ما معلوم عندك رقم رينولد، زين انت شلون توجد رقم رينولد؟ هسه لازم توجد انت بالبدايه رقم رينولد حتى من عنده شتوجد توجد سي سب دي ومن عنده توجد في سب اس. زين من تجر رقم رينولد؟ رقم رينولد يتطلب في سب اس. بهالحاله شلون؟ بهالحاله احنا نحل ترايل اند ايرور. ترايل اند ايرور يعني بالبدايه شو نسوي؟ الفي سب اس نوجدها بالقانون الاخير اللي هو على اعتبار تكتب انت assumption the رينولد نمبر اصغر من نصف. زين على اعتبار انت فرضت رينولد نمبر اصغر من نصف، بهالحاله ايش راح توجد؟ راح توجد الفي سب اس. في سب اس راح توجد له من جي على 18 اس ناقص 1 على نيو في الدي سكوير الكل معلومه تعجيل الارضي، والاس اللي هي السبيسيفيك جرافيتي للجزيئه، والدي سكوير ايضا معلومه، والنيو معلومه، فراح توجد الفي سب اس. وين تعوض هاي الفي سب اس؟ برقم رينولد. تشوف رقم رينولد قد راح يطلع لك، اذا طلع لك رقم رينولد اصغر من نصف خلاص انت حلك ماشي بشكل صحيح وتكمل وخلاص توجد القيمه بشكل مباشر. زين اذا طلع رقم رينولد اكبر من نصف، اذا طلع اكبر من نصف لا، بهالحاله راح تمشي ترايل اند ايرور. مو وجدت رقم رينولد لان انت الفي سب اس وجدتها بالقانون الاخير اللي هو على فرضيه، يعني انت بديتها فرضيه مو حل صحيح، انت بديتها فرضيه. اذا طلع اصغر من نصف خلاص هاي هي مشيت على فرضتك والحل صحيح. اذا طلع اكبر من نصف لا، لازم ما تحل بهذا الحل، لازم ترجع تحل بالقانون الاول. زين انت في اس طلعتها بالقانون الاخير، وين ترجع؟ طلع رقم رينولد قلنا احنا على فرضيه طلع لك اكبر من نصف. اذا طلع لك اكبر من نصف من عندها توجد؟ توجد سي سب دي. من توجد سي سب دي تعوض سي سب دي بالقانون الاول اللي هو ابو الجذر في سب اس ابو الجذر، راح توجد قيمه في سب اس. قارنها ويا الفي سب اس ام الفرضيه طلعتها بالبدايه، تشوف قيمتها مساويه، اذا مساويه تتوقف تقول هذا الحل صحيح. اذا ما مساويه راح تعيد العمليه تعوض هاي الفي سب اس الثانيه بالقانون مال رينولد، وهكذا تدور العمليه لما تحصل على قيمة سطلينج فيلوسيتي مساوية مع قبلها تتوقف تقول هي هاي القيمة النهائية للسطلينج فيلوسيتي. هنا عندنا سؤال تصميمي لهذه الوحدة. Design a grid chamber for population 50,000 with water consumption of 135 liter per capita day. نعم اعطيك يقول لك صمم لي وحدة إزالة الماء او جريد تشامبر منطيك الكثافة السكانية 50,000 ومنطيك التصريف 135 لتر لكل شخص باليوم، منطيك تصريف لتر لكل شخص باليوم. بالبداية شنو وجد؟ average quantity of sewage considering sewage generation 18% of water supply. يعني انت راح تفرض انه 80% من السوج اللي هو مياه المخلفات راح تنتج من هذه الكثافة السكانية 80%، هاي طبعا فرضية تصميمية. هسه شتوجد؟ تقول 135 اللي هي التصريف في الكثافة السكانية الكلية في البوينت 8 اللي هي 80% على اعتبار انه دول نتجدوا 80% من المياه اللي استعملوها. فش راح نوجد؟ 5400 اللي هي متر مكعب لكل يوم. طبعا السي وين حذفت؟ السي هي اقصد بها كابيتا. طبعا 50,000 كابيتا المفروض اكو ياها كابيتا فور بوبيوليشن 50,000 كابيتا اللي هو يعني 50,000 شخص، فالكابيتا تنحذف هاي الكابيتا فتبقى لتر بير دي. نحولها من لتر الى متر مكعب نقسمها على 1000 فراح تتحول الى 5400 متر مكعب لكل يوم. نحولها الثانية فنقسم ال 5400 على 24 راح تتحول إلى hour، نقسمها على 60 راح تتحول إلى minute، راح نقسمها النوب على 60 ثانية راح تتحول إلى second، فحصلنا على تصريف بوحدات متر مكعب لكل ثانية. زين هذا الفلو يسموه average flow. هسا نطلع الماكسيموم فلو. طبعا بالمحاضرات السابقة أخذنا احنا شلون نطلع الماكسيموم فلو والمينيموم فلو. الماكسيموم فلو هو 3 في الافريج فلو، بس نضرب الافرج فلو في 3 راح يطلع لنا الماكسيموم فلو وحدات متر مكعب لكل ثانيه. كيبينج ذا هوريزونتال فيلوسيتي از بوينت، طبعا السرعه التصميميه الافقيه اللي احنا قلنا 0.2 متر بالثانيه
لان هي لازم تكون اصغر من 0.228 متر لكل ثانيه حسب ما اخذناه بالصفحات السابقه، اللي هي تكون ما تتجاوز 0.228 متر لكل ثانيه، اللي هي فرضيه الساند. الديتينشن بيريود 1 مينت، طبعا هاي كلها اعتبارات تصميميه. فترة الاحتجاز او فترة الركود اللي هي دقيقة واحدة. بهالحالة نوجد اللينث، لينث اوف ذا جريد تشامبر، طول القناة. طول القناة شي يساوي السرعة في الديتينشن تايم، في الزمن. السرعة شقد عندنا؟ 0.2 متر على الثانية. في الديتينشن تايم قلنا دقيقة واحدة، دقيقة نحولها الى ثواني حتى نوحد الوحدات، ف 60 تصير. فمن عندها نطلع طول القناة. هسا شنو نوجد؟ نوجد الفوليوم، حجم الجريد تشامبر، شو يساوي؟ التصريف في الديتينشن تايم. التصريف شو يقصد به؟ البيك الماكسيموم فلو، عفوا الماكسيموم فلو مو الافرج فلو، الماكسيموم فلو. ماكسيموم فلو في الديتينشن تايم، ماكسيموم فلو موجود والديتينشن تايم قلنا احنا دقيقة واحدة، من عندنا نوجد الحجم. زين هسا شنو نوجد؟ الاريا. الاريا شو تساوي؟ عندنا فوليوم وعندنا طول، ايش راح نطلع من عندها؟ الاريا نقسم الحجم على طول القناة راح نوجد الاريا. زين ارض القناة احنا قلنا حسب الاعتبارات التصميم اللي اخذناها قبل شوية اللي هو 1 متر، وعمق القناة 0.938 متر. Provide 25% additional length to accommodate inlet and outlet zone. هسه راح نخلي 25% اضافيه، احنا مو قلنا لازم نخلي فد مسافه معينه من 20 الى 50% من 20 الى 50% اللي هو اضافه لطول القناه، اللي هو هاي فائدتها للمداخل والمخارج بالنسبه لهذه الوحده. فنقول اللينث الكل ايش قد؟ 12. طول القناة الكلي أخذنا 12 اللي هو من length of grid chamber، من حل السؤال وجدناه اللي هو velocity في detention time 12 زائد 25%. طبعا 25% شلون نوجدها؟ نقول 5.25 في 12 راح تطلع لنا قيمة معينة، نجمعها ويا 12 راح تطلع لنا 15.25 في 12 اللي هو ربع 12 شقد؟ 3 زائد 12 15 متر. هذا الطول الكلي للجريد تشامبر ويا الاضافات مع المداخل والمخارج. زين هسا احنا عندنا قلنا قبل شوية البوينت 3 نستعملها للفري بورد، يعني المنطقة حرة هاي، والبوينت 2.5 اللي هي نستعملها بوينت 2.5 نستعملها للجريد المواد الصلبة الموجود، منطقة هاي خاصة للمواد الصلبة الموجودة. زين الديبث الكلي total depth، شو هسه احنا وجدنا الطول الكلي، ف العمق الكلي ايش راح يصير؟ يصير عمق الجريد تشامبر اللي هو ايش قد؟ 0.938 زائد عمق المنطقه الحره اللي هي ما نقول ماء صافي خالي من الشوائب، زائد عمق الشوائب فقط اللي هو 0.3 زائد 0.25 راح نوجد عمق الكلي للقناه او الوحده، بالاضافه الى العرض اللي هو حسب الاعتبار التصميميه 1 متر. هذا السؤال التصميمي الخاص بوحدة الجريد تشامبر. سكوير جريد تشامبر، هسا عندنا أنواع من غرف إزالة الطمع أو وحدات إزالة الطمع، اللي هو أول غرفة اللي هي إزالة الطمع المربع، تكون بشكل مربع. The horizontal floor rectangular grid chamber faces the problem of sedimentation of organic matter along with the particles. من المشاكل التي تواجه غرفة إزالة الطمع المستطيلة ذات الطبق الفوقي هي مشكلة ترسيب المواد العضوية جنبا إلى جنب مع الجزيئات والحبيبات الصلبة، مما يتطلب غسل خارج الحبيبات قبل التخلص منها. يعني احنا بالغرف ازالة الطمع المستطيلة الشكل او القنوات تكون مستطيلة الشكل اللي يكون طول القناة اكبر من عرض القناة، من المشاكل اللي تواجهنا بهذه القنوات هو التدفق الافقي.
بالتدفق الأفقي هي مشكلة ترسيب. مشكلة الترسيب راح تكون المواد العضوية تكون مدمجة مع الحبيبات والجسيمات الصلبة. زين هذه الجسيمات الصلبة من راح أنا أجمعها بأسفل الخزان وبعدين أطرحها، أما إذا كانت موجودة بها مواد عضوية ومواد محللة راح تأثر على التربة، راح تأثر على أحياء التربة. إذا مثلا ذبيت هذه المواد بالماء راح تأثر على الأحياء المائية وهكذا. فلازم أنا أضمن أفصل المواد العضوية عن الجسيمات والحبيبات الصلبة قبل طرح هذه الجسيمات إلى الخارج. This problem can be minimized by providing square shape of the grid chamber rather than long rectangular channel. In addition, this shape will facilitate compact design of sewage treatment plants. Hence, these days square grid chambers are used. In square grid chamber, the flow distribution may not be uniform due to non-ideal block flow conditions, and hence continuous removal of grid is generally considered essential. للتغلب على هذه المشكلة اللي هي مشكلة دمج المواد العضوية مع الحبيبات هو توفير غرف مربعة بدلا من القنوات المستطيلة. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الشكل اللي هو يكون يعني القنوات المربعة الشكل يسهل من التصميم المدمج لمحطة المعالجة، معالجة مياه الصرف الصحي. قد لا يكون توزيع التدفق يكون بشكل منتظم، يعني هو أكيد بعض الأحيان أو أغلب الأحيان يكون التدفق المياه يكون بشكل غير منتظم، يعني أما يكون زيادة بالسرعة أما تكون قلة بالسرعة. ليش؟ بسبب الحواجز اللي إحنا كنا لازم نخلي حواجز في مدخل كل وحدة حتى تخفف لي وتوازن لي السرعة الداخلة إلى الوحدة. فطالما هذه الحواجز تكون غير يعني ما موضوعة بشكل مثالي فما راح نحصل على سرعة مستقرة. زين شلون نتغلب عن هذه المشكلة؟ من خلال الإزالة المستمرة للحبيبات، يعني دائما أنا أزيل الحبيبات بشكل مستمر، أتخلص منها من أسفل الخزان، ما أخليها ثابتة مثلا كذا ساعة، فلأن السرعة اللي أنا جايتني من الوحدات السابقة ما راح تكون مثالية، ما راح تكون عند حد معين، لا، راح يصير بها اضطرابات معينة، فبالتالي راح تسبب لي تهيج بالمواد المترسبة في أسفل الخزان، لازم هالحالة أنا أزيل هذه المواد المترسبة على استمرار. These are designed based on overflow rates that are depends on the particle sizes and temperature of the wastewater. Minimum two number of grid chambers should be used to facilitate maintenance of the Rankine mechanism whenever required. تم تصميم هذه الغرفة بالاعتماد على حجم الحبيبات والإضافة إلى درجة حرارة مياه الصرف الصحي. يعني حجم الحبيبات إحنا قلنا من أهم العناصر الأساسية اللي نصمم عليها غرفة طول القناة بالإضافة إلى عمق القناة اللي هو حجم الحبيبات اللي راح ترسل. يعني أنا أشوف إنه هذه الحبيبات اللي قادمة إلى هذه الوحدة خلال شقد من طول القناة تترسب، لأن إحنا قلنا سرعتها راح تكون بشكل مائل حسب المحصلة اللي أخذناها قبل شوية بالرسم. تسير حسب السرعة المائلة المحصلة خلينا نسميها مثل ما كتبوا بالميكانيك الهندسي المحصلة، لأن هي لا راح تسير بشكل عمودي ولا راح تسير بشكل أفقي، لا، محصلة السرعة راح تشير إلها هي هاي السرعة الترسيم. فنشوف إحنا وين ترسبت هذه الجزيئات القدمة إنه يعني مثلا كذا طول قناة وكذا عمق، خلاص هو هذا العمق المثالي وهذا العرض الطول المثالي للقناة. طبعا عرض القناة مو مهم، مو أهمية طول القناة مو بأهمية عمق القناة، لأن العرض هو ما راح يأثر لي لا من سرعة التدفق ولا يأثر لي من سرعة الترسيب الأفقية ولا من سرعة الترسيب العمودية، فناخذه هو 1 متر بشكل عام. أريد جريد تشامبر غرفة إزالة القمامة الهوائية. Excessive wear of grid handling equipment and necessary of separate grid washer can be eliminated by using a rated grid chamber. It is designed for typical detention time of 3 minutes at maximum flow. Grid hopper about 0.9 meter deep with steeply sloping sides is located along one side of the tank under air diffusers.
and diffusers are located at about 0.452.6 meter from the bottom. شنو فائدة هذا النوع من غرفة إزالة النوع؟ اللي هو التخلص من التآكل المفرط للمعدات. ليش تآكل المعدات؟ منين يصير؟ هو نتيجة وجود المواد العضوية. احنا مو قلنا قبل شوية الحبيبات راح تتلاصق بها المواد العضوية وراح تندمج وياها، فأكيد المواد العضوية موجودة بكل ما كل ما شائب. فشلون نتخلص من هذه المواد العضوية؟ من خلال غسل الحبيبات بشكل مستمر باستخدام هذه الوحدة اللي هي وحدة غرفة إزالة الطماء الهوائية. عن طريق الهواء راح ينفصل الحبيبات الصلبة عن المواد العضوية. يبلغ وقت الاحتجاز النموذجي في هذه الغرفة اللي هو detention time خنسميه اللي هو 3 دقائق. زين، عمق الترسيب للحبيبات او خلينا نقول العمق اللي راح يصير به ترسيب للمواد الصلبه اللي هو اسفل الخزان، هو يكون على عمق 0.9 متر او 90 سنتيم من الاسفل مع جوانب منحدره بشكل حاد. ليش جوانب منحدره بشكل حاد؟ حتى تضمن لي انه الحبيبات والجسيمات راح تنزل اسفل هذه الغرفه او الخزان، ما راح تتناثر بقية الغرفة أو الخزان حتى ما تسبب لتهيج أو اضطرابات بالمواد الصلبة الراكدة والمترسبة. تحتها موجود طبعا فوق هذه المنطقة اللي هي 0.9 متر اللي هو راح تصير المواد الصلبة، فراح تصير ناشرات أو مفرغات الهواء. تقع الموزعات أو ناشرات الهواء على بعد 45% إلى 60% متر من القاع. اللي هو وظيفتها شنو؟ اللي هو وظيفتها تطلق الهواء خلال هذه المواد الصلبة حتى تغسلها من المواد العضوية وتنفصلها بعضها عن بعض. The size of particles removed will depend upon velocity of roll or agitation. The airflow rate can be easily adjusted to control efficiency and full percent removal of grit can be achieved. Wastewater moves in the tank in helical path and makes 2 or 3 passes across the bottom of the tank at maximum flow and more at less flow. The aerated grit chambers are equipped with grit removal grab pockets traveling on monorails over the grid collections and strong and storage trough. Chain and bucket conveyance can also be used. 2 grid chambers in parallel are used to facilitate maintenance. حجم الحبيبات التي يتم إزالتها حجم هذه الحبيبات يعتمد على سرعة تدفق المياه والانفعالات اللي هي راح احنا قلنا سرعة التدفق ضرورية جدا لان راح تسبب لي تهيج واضطرابات بالمواد الصلبة الراكدة وبالتالي تزيد من صعوبة إزالة هذه المواد وتقلل من كفاءة هذه الوحدة. ويتم التحكم بالسرعة لزيادة كفاءة الإزالة، يعني كلما كان تحكمنا بالسرعة بحيث نضمن إنه ما راح تأثر على المواد الصلبة الراكدة راح نزيد من كفاءة هذه الوحدة ونحافظ عليها. تتحرك المياه العادمة بالخزان بشكل حلزوني وتقوم بتمريرين أو 3 تمريرات. طبعاً المياه العادمة اللي هي تحتوي على شوائب ومواد صلبة تكون حركتها بشكل حلزوني مثل ما موضح بالصورة اللي على اليسار، عفوا تكون حركتها بشكل حلزوني اللي راح تمر اما تمريرين او 3 تمريرات خلال الخزان او الحوض. طبعا هنا نعطيكم بعض الاعتبارات التصميمية اللي هو العمق والطول والعرض. بالنسبة الطول نسبة العمق العرض الى العمق بالاضافة الى detention time اللي هو وقت الاحتجاز والair supply اللي هو يقصد به كمية التصريف الهوائي، تصريف الهوائي يعني اللي راح يخرج من ناشرات الهواء يقاس بوحدات متر مكعب لكل متر في بالدقيقة.
هاي اعتبارات تصميمية خاصة بهذه الوحدة. Design Aerated Grid Chamber. Aerated Grid Chamber. انتبه للمنطوق السؤال. شو يريد منك Aerated Grid Chamber؟ يعني هذه الوحدة. For treatment of sewage with average flow of 16 MLD, consider the peak factor of 2. زين. هنا نش منطينا بالسؤال التصميمي. سؤال التصميمي منطينا فقط average flow. Average flow انتبه لهذه الوحدات. شنو هذه الوحدات؟ MLD. طبعا خلينا نقول 60 الام اللي هي 100 لتر، خلينا نقول اللي هي 10 و6. بس احنا مو عندنا لتر، اكو 100 لتر يعني شنو 10 و6، شلون نقول مثلا ميجا بايت وهكذا، او خلينا نقول مثلا مليون لتر. فالتصريف هذا، فانتبهوا لهاي الوحدات بشكل جيد. MLD يعني خلينا نقول مليون لتر بير دي، طبعا خلينا نقول بير بي دي، ام ال بي دي الكتابه الصحيحه لهذه الوحده اللي هي ام ال بي دي، حتى تكون مليون لتر بير دي. زين، اول شيء نحول هذه الوحده، نحولها الى متر مكعب بالثانيه. مليون لتر اللي هو خلينا نقول 60 في 10 و6 لتر بير دي، يعني 60 في 10 و6 لتر على يوم. من نحولها الى متر مكعب بالثانية شلون راح نسويها؟ اول شيء من لتر الى متر مكعب نقسم على الف. زين، من دي الى ثانية نقسم، راح نضرب، طبعا هي بالمقام، فمن نضرب راح تصير هي مقام مثابة قسمة اللي هي 24 في 60 في 60، فراح تتحول الى ثواني. يعني 60 في 10 و6 نخليها بالباسط، بالمقام شو نخلي؟ الف. في الالف ليها شنو؟ وحدة تحويل من لتر الى متر مكعب. في 24 شنو؟ راح نحول من دي الى اور. في 60 اللي راح تحول من اور الى مينت. زين، 60 ثانية راح نحول من مينت الى سكند. بهالحالة راح تحولنا الوحدة الى متر مكعب بالثانية. البيك فلو هو منطب السؤال، الفاكتور مال البيك فلو اللي هو 2، يعني نضرب هذا الافرج فلو في 2 حتى نحصل البيك فلو او ماكسيمم فلو. فوليوم اوف جريد تشامبر، شلون نحصل على الفوليوم؟ نضرب البيك فلو مو الافرج فلو، دائما نتعامل ام الماكسيمم فلو او بيك فلو. بيك فلو في الديتينشن تايم، البيك فلو وجدناه من النقطه الاولى اللي هو 1.389 متر مكعب بالثانية. في detention time اللي هو حسب الاعتبارات التصميمية 3 دقائق، لازم نحولها إلى ثواني اللي هو نضربها في 60 حتى تتحول إلى ثانية. تقسيم 2 شنو هاي تقسيم 2؟ لأن هو قايل لك volume of each tank. احنا عندنا هسه خزانين، لازم نصمم بالبداية الفوليوم لكل خزان فنقسم على 2، أو تريد تاخذ بالبداية تقول انت volume of 2 tank وتعوف 2 ما تقسم على 2، فتعتمد على العبارة اللي البداية راح تستعملها. أما تقول volume of each tank وتقسم على 2، أو تقول volume of 2 tanks وتعوفها بدون تقسيم، بس تضرب التصريف في الزمن. هسه نوجد أبعاد الخزان. نفرض نسبة الأرض إلى العمق اللي هو 1.2. زين، العمق نفرضه حسب، طبعا هاي مو فرضية انما هي اعتبارات تصميمية، العمق ناخذه 3 متر. زين، عندنا W على D اللي هو شقد؟ 1.2، لان نسبة العمق الارض الى العمق اللي هو 1.2. بهالحالة نوجد W من D، لان D احنا حسب اعتبارات تصميمية اللي هي 3، فنقول 3 في 1.2 راح نوجد ال W. زين، اللينث شلون نوجده؟ عندنا الفوليوم وعندنا الأرض وعندنا العمق، فنوجد من عدها اللينث. Determine their supply requirement. هاي requirement شنو قانونها؟ اللي هو total length، اللي هو الطول الكلي للقناة في length of our supply. Consider 1.3 cubic meter per minute per متر
of length air supply. طبعا الطول air supply حسب الاعتبارات التصميمية ناخذه 0.3 والطول الكلي للقناة وجدناه من النقطة الثالثة اللي هو 13.89. بهالحالة شنو نجد؟ نوجد الطول الـ air supply requirement اللي هو الموزعات أو ناشرات الهواء. quantity of grid، هسه نوجد كمية المواد الطمأ أو المواد الصلبة الموجودة بالوحدة. consider grid connection اللي هو هاي شنو؟ اللي هو هاي كمية المواد الصلبة المتجمعة في أسفل الخزان. إيش قد قيمتها؟ 0.15 متر مكعب لكل 1000 متر مكعب من الخزان. زين. volume of grid طبعا ميز الفوليوم اللي وجدناه بالنقطة الثانية اللي هو volume of grid chamber اللي هو حجم الخزان الكلي، بينما هاي volume of grid بس المواد الصلبة، هاي حجم المواد الصلبة فقط، حجم المواد الصلبة اللي هو شنو؟ شنو قانونه؟ شلون نوجد حجم المواد الصلبة؟ البيك فلو اللي هو 1.389 في 60 في 60 في 24، هاي راح نحول من ثواني لان احنا وجدنا البيك فلو وحدات متر مكعب على الثانية، فبهالحالة راح نحوله الى يوم، من ثانية الى يوم. بما نضربه في 60 في 60 حتى يتحول، 60 الاولى حتى يتحول الى دقائق، 60 الثانيه حتى يتحول الى ساعات، وال24 حتى يتحول الى يوم. نضربها في الجريد كولكشن اللي هو 0.15 متر مكعب على متر مكعب في 10 اس سالب 3. ال10 اس سالب 3 منين جت؟ لان احنا قلنا 0.15 على 1000 على 10 اس 3، فمن تصعد ال10 اس 3 اللي فوق راح يصير 10 اس سالب 3. بهالحاله راح نوجد بوحدات متر مكعب بير دي. هسا check for surface overflow rate، هسا راح نشي اللي هاي بس عملية تشيك للسرعة، سرعة القدوم لهذا الخزان. شلون نوجد السرعة؟ من خلال قانون البيك فلو اللي وجدناها بالنقطة الأولى على الطول في الأرض في 2. شنو هاي 2؟ اللي هو لأن احنا استعملنا خزانين، فالسرعة اللي راح تجي راح تشمل خزانين، يعني السرعة مع الخزانين، فلازم نضربها في 2، لازم نضرب المساحة في 2. عندنا البيك فلو 1.389 على 3.6 في 11.575 اللي هو الطول في الأرض في 2، راح تطلع لنا قيمة السرعة اللي هي 1.67 سنتيمتر بالثانية، اللي هي ضمن الاعتبارات التصميمية، لأن الاعتبارات التصميمية قلنا احنا سرعة الترسيب تتراوح 2.4 سنتيمتر بالثانية أو 0.24 متر بالثانية، فطلعت ضمن الاعتبارات التصميمية. vortex type grid chamber، اللي هو تكون هاي الغرفة اللي تكون غرفة إزالة طمأ على اللي تكون على شكل دوامة. these type of grid chambers are used in small plants and these require lesser area as compared to earlier types. in this grid removal with vortex flow button. شو المقصود بهذه الغرفة أو هذه الوحدة إزالة المواد الصلبة؟ تستخدم هذه الأنواع من غرفة إزالة الحصى أو إزالة الحبيبات، تستخدم بشكل أساسي النباتات الصغيرة، وتتطلب مساحة أصغر من الأنواع السابقة اللي هي تشمل المستطيلة والمربعة. يتم إزالة هذا النوع من الحصى والمواد الصلبة من خلال التدفق اللي يكون على شكل دوامة أو تمريرات، اللي احنا قلنا يكون بشكل تمريرتين أو ثلاث تمريرات، حيث تدخل مياه الصرف الصحي بشكل عرضي وتخرج بشكل عمودي، أما من العلا أو من الجوان. نتيجة وجود عزم القصور الذاتي اللي هو طالما اكو دوامة اكيد اكو عزم قصور ذاتي للمياه القادمة. نتيجة وجود هذا العزم القصور راح تبقى جزيئات الحبيبات في الغرفة ولن يفلت اي منها الا بعد فصل المواد العضوية عن الحبيبات. يعني شنو فائدة هذه الغرفة؟ اللي هو فصل المواد العضوية عن الحبيبات. طالما اكو دوامة فراح تبقى الجسيمات والحبيبات الصلبة
بالخزان أو داخل الغرفة إلى أن تنفصل المواد العضوية عن السمات الصلبة، وبالتالي راح نحصل على حبيبات مغسولة بشكل تام وخالية من المواد العضوية مطرحها بأمان. سكيمينج تانكس، خزانات القشط. الوحدة الثالثة من محطة المعالجة الأولية اللي هي خزان القشط. ملخص أو فائدة هذا الخزان اللي هو شنو فائدته؟ بهذا الخزان يتم إزالة المواد الصلبة العائمة. شنو المواد الصلبة العائمة؟ يعني المواد اللي تطفو خلال الخزان على المياه، يعني ما احنا ما لنا قدرة على ترسيبها. اكو مواد تترسب اللي هي المواد الثقيلة، الجزيئات الحبيبات المواد الصلبة هاي تترسب، بس اكو مواد عائمة اللي هي تشمل مثل النباتات، قطع الصابون، الحطام، الجلود، الزيوت، قطع الفلين، القطع الورق، البلاستيك وهكذا، هاي تطفو في اعلى المياه. خزانات القشط هو عبارة عن غرفة مصمم بحيث ترتفع المواد العائمة إلى الأعلى وتطفو على سطح مياه الصرف الصحي حتى يتم قشطها وإزالتها. هذا مبدأ عمله عكس تماماً مبدأ عمل الجريت شامبر. الجريت شامبر يعتمد على إزالة المواد الصلبة من خلال الترسيب، بينما هذا الخزان اللي هو وظيفته إزالة المواد الصلبة أيضا اللي تطفو، وبالتالي يعمل على مبدأ الطفو وإزالتها بالقشط. زين، السائل المتبقي بعد عملية قشط المواد الصلبة العائمة، المتبقي من السائل راح يتدفق عبر المخرج إلى الوحدات التالية. زين، الديتينشن تايم أو مدة الاحتجاز في هذا الخزان هي 3 دقائق. معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية لا يستخدم هذا الخزان. ليش؟ لأن يتم إزالته ببعض الوحدات الأخرى، بينما بمحطات الصرف الصحي اللي هي تكون متطورة أكثر يستعمل هذا الخزان حتى إزالة المواد العائمة فقط، اللي هو لأن وظيفة السكيمينج تانك هو فقط إزالة المواد العائمة، لأنه إحنا قلنا هو عبارة عن غرفة مصمم بحيث ترتفع المواد العائمة إلى الأعلى وتطفو على سطح مياه الصرف الصحي حتى يتم قشطها وإزالتها من المياه ومرور بقية السائل بعد عملية القشط إلى الوحدات التالية. Equalization tanks. The equalization tanks are provided. شنو فائدة خزانات الموازنة أو خزانات المعادلة؟ الوحدة الرابعة، خزانات الرابعة بهذه محطة معالجة المياه الأولية اللي هي خزانات الموازنة أو المعادلة. شنو فائدتها؟ أولاً to balance fluctuation flows or conservations. اللي هو موازنة أو معادلة التدفقات المتذبذبة أو التراكيز. To assist self-neutralization. هو المساعدة في عملية المعادلة الذاتية أو الموازنة. To even out the effect periodic salt discharge from a both process. للتخلص من تأثير مياه المخلفات المطروحة بشكل دوري خلال المياه الصرف الصحي. Types of equalization tanks. أنواع خزانات المعادلة أو الموازنة. فلو ثرو تايب، عندنا 3 انواع اللي هو النوع الاول فلو ثرو تايبس، انترميديت فلو تايب، والفاريبل ان فلو كونستانت ديسشارج تايب. The simple flow through type equalization tank is mainly useful in assisting self neutralization or evening out of fluctuating concentrations, not for balancing of flow since flow through types tanks once filled gives output equal to input. Flow balancing and self-neutralization are both achieved by using 2 tanks intermittently, one after another. One tank is allowed to fill up after it is checked for pH. يعتبر تدفق البسيط من خلال خزانات الموازنة مفيدا بشكل أساسي للمساعدة في عملية المعادلة الذاتية أو التخلص من التراكيز المتقلبة. يعني هو فائدة خزانات الموازنة هو معادلة ذاتية أو تخلص من التراكيز
متقلبة وليس الموازنة التدفقات. يعني هو مو وظيفته موازنة سرعة التدفق، لأن إحنا سرعة التدفق اللي راح يوازنها قلنا بالبداية اللي هي الحواجز البفص اللي توضع في مدخل الخزان. مدخل كل خزان المفروض أكو فد بافلز خاصة اللي هي تواجه هذه السرعة العالية تتحكم لي بالعملية تذبذب بالتدفق. فوظيفة هذا الخزان هو عملية معادلة ذاتية أو معادلة التراكيز المتقلبة. بمجرد ملء الخزان سيعطي مخرجات مساوية للمدخلات، لأن إحنا هذا الخزان هو ما دام راح يمتلي فماكو داعي لموازنة السرعة، لأن هو راح تصير طالما المياه القادمة راح تتجمع ضمن الخزان فما راح تسبب لي أي ضرر على المواد الأخرى، لأن إحنا ما عندنا مواد مترسبة في هذا الخزان حتى تأثر عليها المياه القادمة، فهذا وظيفته ما يتحكم لي بالسرعة المتدفقة. يتم تحقيق كل من موازنة التدفق والموازنة الذاتية من خلال خزانين بشكل متقطع واحد تلو الآخر. يعني إحنا بدل ما نستعمل خزان موازنة واحد لا نستعمل اثنين. شنو فائدة استعمال خزانين موازنة؟ هو أول شيء حتى أزيد من كفاءة العملية وأزيد من سرعتها بالإضافة إلى عامل أمان أو ضمان خلال أوقات الصيانة أو خلال أوقات عطل أحد الخزانين فيعمل الخزان الآخر. يعني عندما تكون تدفقات كبيرة قد يتعين توفير خزان قادر على استيعاب هذا التصريف، مثل ما قلنا احنا يجب توفير خزان آخر أضافي مع الخزان الأساسي. أول شيء زيادة من كفاءة حوضة الموازنة أو المعادلة بالأضافة إلى أنه مواجهة التدفقات العالية وكذلك التغلب على نقاط الصيانة أوقات الصيانة بالإضافة إلى أنه يزيد من سرعة الكفاءة. زين، الديتينشن تايم وقت الاحتجاز في هذا الخزان يتراوح من 2 ساعة إلى 8 ساعات، وقد يصل إلى 12 ساعة في بعض الحالات عندما تكون هناك حاجة لزيادة وقت الاحتجاز. يعني شو وقت يوصل 12 ساعة؟ إحنا عندنا وقت الاحتجاز يتراوح من 2 إلى 8 ساعات، بس يوصل إلى 12 ساعة.